حرم الله وجوهكم عن النار. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم واختم بالسعادة آجالنا واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين ورد ضالهم إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم لا تفجع والدا بولده، اللهم لا تفجع والدا بولده. حبب اللهم إليهم الإيمان واجمعنا بهم في أعالي الجنان، وأصلح لنا ولأبناء المسلمين يا أرحم الراحمين. أحبابي، في هذا اللقاء نتحدث عن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والسؤال قبل أن نتحدث عن هدايات هذه الآية: هل معقول أن أبا أو أن أما يحرقون أبناءهم بالنار؟ هل من المتصور أن أحدنا يجمع ذريته ويوقد أتون نار حفرة فيها نار ثم يزج بأبنائه في أتونها؟ لو أن أحدا من الآباء قيل عنه أنه هذا الصباح أوقد جهنم نارا تلظى في الدنيا وخد أخدودا في الأرض ثم زج بذريته فيه، لأطبقت الأرض كل الأرض تقول: لا عقل له، هذا ليس بشفيق، هذا مجرم، هذا ليس بأب، كيف يحرق ذريته بالنار؟ لا نحرقهم بنار الدنيا. ولا يتصور أن أبا أو أن أما تحرق أو يحرق أبناءه بالنار. لكننا معاشر الأحباب أمام حقيقة لا بد أن نؤمن بها، أن جسر جهنم، أن الصراط الذي سيضرب على متن جهنم أدق من الشعر، أحر من الجمر، أحد من السيف، سيعبره جميع الخلائق، أن أسرا كثيرة ستزل إذا ضرب الصراط ولن تصل جميعا إلى الجنة. أسرة من أب وأم وأبناء وبنات لربما لم يصل إلى باب الجنة إلا اثنين ثلاثة، والأسرة مكونة من 17. لماذا زلت بهم الأقدام؟ لماذا تسجروا في النيران؟ لماذا لم يبلغوا أبواب الجنان؟ لماذا تفرقوا في الآخرة وهم في الدنيا على مائدة العشاء يجتمعون، وعلى مائدة الغداء يجتمعون، وداخل بناء البيت يجتمعون؟ لماذا تمزقوا هناك؟ لأن الوقاية من النار ما كانت من الهموم التي يحملها والد تلك الأسرة، الراعي لتلك الأسرة، إنما كان دور بعض الآباء تسمين. أتعلمون أن بعض الأسر إنما هي مشاريع تسمين؟ إنما الأب يجلب الطعام ويجلب الشراب ويكسو اللباس ويعلم ويدرس، وأول سؤال: نم. لماذا يا أبي أنام؟ حتى تستيقظ للمدرسة. طيب، قبل المدرسة في صلاة، قبل المدرسة فيه صلاة الفجر، لماذا لا ينام ليستيقظ للمسجد؟ لماذا يتعلم حتى تتوظف يا بني، وحتى تتزوج، وحتى تكون طبيبا مهندسا قبل ذلك؟ هل الهدف من التعليم أن يكون طبيبا؟ الهدف من التعليم أن تصل للجنة، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حتى الهدف من التعليم عند بعض الآباء ضائع، أعرج، غير صحيح. لذلك البعض من الآباء يقي أبناءه نار الدنيا، والدليل مكيف سبليت ولا لا؟ مكيف كان 18,000 وحدة، رفعه لأبنائه صار 24,000 وحدة. نبرد أجواء غرفهم، نشتري لهم ما نعم من اللباس والديباج، يلتحفون أجمل لحاف. لكن يا عبد الله، لربما الذي أنت تبرد بدنه في الدنيا بالمكيف وبالمكيف المركزي، لربما عياذا بالله شوي خلقه بالنار. أعوذ بالله وإياكم، أعاذكم الله من جهنم
وذرياتكم ومن تحبون وكل مسلم ومسلمة. إذن هناك هدف في الحياة، أعظم أعظم نجاح في الحياة يوم أن تعيش كل حياتك هي إنقاذ لأبنائك من النار، ليس إنقاذا لهم من الفقر. أنت لم تخلقهم حتى ترزقهم، أحد منا خلق أبناءه؟ كيف يرزق الله أبناءنا في أرحام أمهاتهم زوجاتنا؟ الله يجري الرزق له 9 أشهر، فلما ولد وكبر ودرس وارتفع عن الأرض قلنا له لا تضيع مستقبلك يا محمد، مستقبل ليس بيده هو ولا بيدك أنت، وليس في دراسة وليس في وظيفة، لربما يرزق وهو لا يقرأ ويكتب، ولا ربما يفتقر ومعها الدكتوراه في الاقتصاد، ولا لا؟ نعم، إن مهمة الأب في الحياة إنقاذ الأبناء والذرية والمرأة الصالحة زوجته من النار. قوا ضعوا وقاية، قوا أبناءكم من نار الآخرة. وهنا قاعدة عامة، من حمل هم وقاية أبنائه من نار الآخرة عاش فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة وقرت عينه بهم يوم العرض. ومن كان عبدا للدنيا تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. لذلك ونحن نتكلم عن نداء الحق جل وعلا ينادي الأمة، ينادي الخلق، قوا أنفسكم فقط، لا، ما يكفي أن تقي نفسك من النار. ولذلك بعضهم يقول تعبت منه، قلقت منه، يا شيخ طردته من البيت. أن تطرده من البيت بس ما تطرده من مسؤوليتك يوم القيامة. نعم، مسؤوليتنا معاشر الآباء من يوم أن ابتدأنا نريد تنكون الأسرة، ينبغي أن تعلم أنك تكون أسرة. الهدف الأسمى الاجتماع ليس في بيوت الدنيا التي تجري تحتها المجاري أكرمكم الله وملائكته وبيته، ليس الهدف في الحياة أن تشتري شقة أو تشتري فيلا أو أن تلتقي بهم في قصر من قصور الدنيا تجري تحته المجاري، إنما قصر تجري تحته الأنهار. هذا الهدف السامي، أن تلتقي بأسرتك في الجنة، ولن يكون لقاؤك في الجنة بأسرتك إلا بشروط وأنواع وقاية سنذكرها بعد قليل. ولذلك الإنسان مطالب إذا أراد أن يقي نفسه وأسرته وأهله من النار، ابتداء ينبغي أن يختار شريكة الحياة التي ستعمل معه على النجاة من النار. ولذلك كان نداء الحبيب للرجال اظفر بذات الدين، لأن ذات الدين هي لتكون أسرة تصل للجنة. أما ذات المال والحسب والجمال فقط دون دين، هذه إنما هي في الدنيا عذاب، وفي الآخرة يخشى ألا تلتقي معها ولا مع ذريتها على قصور الجنة هناك. إن المرأة الصالحة هي أكبر الأركان المؤثرة في الوقاية من النار في الأسرة المؤمنة، المرأة الصالحة التي تحرص على صلاة الفجر أكثر من حرصها على اختبار الرياضيات أول يوم في الاختبارات النهائية. ولذلك الأسرة التي تعيش لكي تربي أبناءها ليعبدوا الله، فإذا عبدتهم أنت وزوجك لله طوعهم الله لك، وإذا طوعتهم للدنيا صاروا عذاباً، صاروا خناجر مسمومة في الجنوب وفي الحلوق. ولذلك الأسرة التي تريد أن تصل بها إلى قصور الجنة هي الأسرة التي أسست بامرأة ذات دين. ولذلك الآن معظم بناءات الأسر التي تصدعت دائماً تكون بين الزوجين تلاحي، بين الزوجين اختلاف، بين الزوجين شجار، بين الزوجين تدابر، النتيجة ضياع الأسرة، ضياع الأسرة. لماذا تخرج من بعض بيوتنا مدمني مخدرات؟ لماذا خرج بعض المجرمين الشواذ؟ لماذا خرج السراق؟ أين خرج؟ خرجوا من أبوين مسلمين، لكن ما كان هم هذين الأبوين أن يربوا أسرة تصل إلى الجنة، إنما كانوا يربون أسرا في الدنيا. ولذلك بعضهم إذا سئل عرف الزواج، ما هو تعريف الزواج أحبابي؟ بعضهم يقول عبادة، بعضهم يقول نصف الدين، بعضهم يقول خيرية الأمة، بعضهم يقول
تعريفات جميلة، وبعضهم يقول الزواج شر لا بد منه. لماذا شر لا بد منه؟ لأن المرأة ليست قرة عين، والأبناء يقورون العين. والسبب في الأصل أنه من تقى تلك التي يصل وإياها إلى دار السلام. أجمل زحام في العالم، أجمل زحام في الآخرة، الزحام على أبواب الجنة. تصور وأنت عند الباب الجنة الذي بين مصراعيه كما بين هجر ومكة، هذه عرض الجزيرة العربية، عرض مصراعي باب من الجنة، وأنت تلتفت إذا أسرتك بين يديك، أليست قرة عين؟ أجمل إنجاز، أجمل إنجاز على مر الحياة كلها هو أن تودع جسر جهنم خلف ظهرك، وبين يديك أبناؤك، يسعى النور بين يديك، قرة العين. حتى ولو دخل أحد الأبوين الجنة وكان أبناؤه في الدرج الدنيا، انظر النعمة، انظر، لو تدخل الجنة، الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. لو أنك في الدرجة 100 في الفردوس، في عدن، في جنان ونهر، وأبناؤك أقل منك وزوجتك أقل منك، أتدري ماذا يمن الله عليك في الجنة؟ يا من كنت تسعى في الحياة لوقاية الذرية من النار، ماذا يصنع الله؟ يرقيهم لك عندك في أعالي الجنان ولو لم يكونوا يستحقونها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك يمكن الأب كثير الحج، كثير الصدقة، كثير الصلاة، كثير القراءة، والأبناء صالحين، ليس عندهم من الأعمال ترقيهم إلى أعالي الجنان. أبشر بقرة العين، قرت عينك وهم يصلون ويركعون ويسجدون ويتلون القرآن ويتصدقون، وبين يديك إلى المساجد يسيرون، أبشر، فوالله لن تفترق عنهم في جنات النعيم. يرقيهم الله لك، يرقيهم. بل إن الابن الصالح الذي يقينا من النار ربي بتربيته، انظر في الحديث، رجل من أهل الجنة يترقى فيسأل بماذا أرقى؟ انقطع عملي، لي أصعد يا ربي؟ لماذا كل مرحلة أصعد بمرحلة مع أنني مت؟ الله أكبر. ماذا قال الله؟ ماذا قالت الملائكة لذاك الذي يسأل عن ترقيه في الجنة وقد مات؟ قال هذا باستغفار ابنك لك. الله أكبر. بعض الأبناء بعد موت آبائهم وأمهاتهم مشروع الحياة أمي أبي، وهنا صدقات، وهناك دعوات، وهناك حج وعمرة، وهنا طباعة كتاب لأبيه وأمه، يبني المساجد لهم. وما أجمل معاشر الأحباب، بل نحن في جامع من الجوامع الذي بني برًا لأم رحمها الله رحمة واسعة. وما أجمل أحبابي أن نربي أنفسنا وأبناءنا إلى أننا في الدنيا في فترة اختبار، في نار الدنيا، نحن في عذاباتها، في همومها، في أحزانها، في حقول الشوك، نحن في حقول الشوك، نسير مع أبنائنا في دار غدا ستتغير، الأرض تبدل غير الأرض. لماذا نعبد أبناءنا للدنيا؟ لماذا نجعلهم عاشقين لها؟ بعض الآباء حياته كلها أمسك ريال، أمسك ريالك ونبوك، بع، اشتري، لا تصرف، الريال الأسود لليوم الأسود، أنا أقول مهو بالأبيض، كلها سوداء أصلاً. وتلقى بعضهم ماسك يربيه لجمع الدينار والدرهم، مع أن ابنه لا يصلي، مع أن ابنه يخون الله، مع أن ابنه لربما جمع المال من حرام. أحبابي، الهندسة للحياة، أجمل هندسة في الحياة أن تهندس الطريق الذي يوصلك إلى الله. سارع، سابق، ولا تتلفت كثيراً. واعلم أيها الحبيب إن أكبر باب لوقاية الأبناء من النار، أكبر باب من أن تصلح أنت. وكان أبوهما صالحاً، إن صلاحك وربي ينطبع على أبنائك. أحد الآباء يقول يا شيخ أحد أبنائي أذاقني المر وأذاقني العلقم،
بل كان مجرم، ما بقي في بلدي أحد إلا دعا عليه، بل أنا أدعو عليه أن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر، مع أنه أشجع أبنائي وأبرهم في حال الهدوء والسكينة، لكن الشياطين الإنس سرقوه مني وأخذوه، مجرم مدمن مخدرات يفعل الجرائم الأخلاقية، يسرق، يقذف، يقتل، يطعن، ليس هناك عنده حد للجريمة، وكنت أدعو عليه. فلما نبهني أحدهم وقال: أبا بندر، يا أبا بندر، أن تريد لبندر أن يكون من أهل النار، أو تتمنى أن يكون في الدنيا قرة عين وتترافق معه إلى جنات النعيم؟ فبكيت، قلت: لا والله أحبه، والله إن ابني، لكن آلم قلبي، هو الآن سجين، قد حكم بسبع سنوات سجن، اللهم لا تخرجه. فقلت له: اتق الله، ادعو له. قال: فابتدأت أدعو له، وبعد أشهر إذا برجل يدخل علي المسجد يقبل رأسي وأنا في يوم الجمعة أنتظر في ساعتها إجابة الدعاء، وكنت أكثر من عام أدعو له في ساعة الإجابة ودموعي تختلات تعرف طريقها على خدي: يا رب كما آلم قلبي فاجعله قرة عيني في الدنيا والآخرة. قال: فإذا الذي يقبل رأسي لحيته جميلة، فالتفت ولم أعرف، قبل رأسي ثم انهبط إلى يدي فقبلها فجذبتها: لم تقبل يدي؟ قال: أما عرفتني أنا يا أبت بندر؟ فضممته وبكيت، مع أني أول ما رأيت قلت: الله لا يحييك، تذكرت الآلام القديمة منه. قال: فذهب إلى أمه وعافاها الله وقد مرضت أعواما طويلة، كل بكائها تنادي بندر، يقول: يا شيخ، أتدري أين بندر؟ قلت: لا. قال: هو إمام وخطيب هذا الجامع، وهو مدير مكتب التعاوني في هذه المدينة، وهو مدير مدرسة التحفيظ القرآن، إن الذي كان يدل الناس إلى النار بندر يدلهم الآن إلى الجنة. نعم. قال: فبكيت ولا زلت أبكي يا شيخ، والله عندي غيرة تسعة، ما ذقت لذة بر لو اجتمعت تسعة في يوم من أيام بندر ما استطاعوا أن يصنعوا مثل بندر. إن أبناءنا إذا صلحنا وناجينا ربنا وانكسرنا ببابه، نعم، نذوق برهم، نذوق لذة نفعهم، نذوق صلاحهم، بشرط أن يكون الهدف الأسمى في الحياة أن يرضى الله، أن يرضى الله، أن يرضى الله، لا أن يكون في حياتنا أهداف أخرى. ولذلك أحبابي، قوا أنفسكم وأهليكم نارا نداء من الله. وهنا قال: وأهليكم. الإنسان ينقذ نفسه من النار أمر ليس بعجب، لكنه أن يقول: أنا أيضا مسؤول عن إنقاذ غيري. نعم، إن إنشاء الأسرة ليس تفريخ وليس إنتاج بشري، إنتاج الأسرة إنما هو بناء أسرة تكاثر بها الأمم، محمد صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بها يوم القيامة، أنت تتزوج ليكمل الدين، وليخرج من صلبك من يسجد لله ويدعو لله وينافح عن حرمات الله. ليست الدعوة تكثير بشري، ليست القضية أن يفرخ الإنسان عدداً كثيراً من الأبناء وينتجهم ويقول: خلفي أربعة أو عشرة. لا يا أيها الحبيب، إذا تزوجت اعلم أن من سيخرج من صلبك ومن رحم أمك أنت الراعي له، وستسأل يوم القيامة: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. بل لو تصلي وتحج وتصوم وتعتكف وتكون من الصالحين ثم تغش ذريتك، تغش أهل بيتك، لربما حرم الله عليك شم الجنة وعرف الجنة، مع أنك لربما من الصالحين في الظاهر، لكن إذا ضيعت الرعية لربما كانت العقوبة أن يحرم الله على الراعي المضيع لرعيته الغاش لرعيته، لربما حرم عليه النار. مسؤولية خطرة، أنت في مركب وجميع أسرتك معك، لو أن أحداً من أبنائك أراد أن يخلع من قاربكم لوح، أو أراد أن يثقب في السفينة ثقب، ونظرت إليه: يا محمد لا تخرق السفينة، ويخرق، يا محمد سنغرق، ويخرق، ماذا يا أخي؟ لو تركته، لو لم تقف
أمامه، لو لم تحجزه، لو لم تمنعه، هو سيزعل، سيغضب، سيولول، لكنك بذلك تحفظ نفسك ومن على المركب. بعض الأسر غريقة، بعض الأسر تحترق، إي والله، وخاصة الأسر التي من أبنائها من لا يصلي، كأنك تقول من أبنائها من ارتد عن الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أحبابي، الله في القرآن وصف الأبناء، جعل منهم قرة العين، وجعل منهم زينة، وجعل بعضهم فتنة، وجعل بعضهم عدو. عدو، نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم ألا يحرقوكم، احذروهم ألا يمنعوكم من الوصول إلى الجنة، احذروهم أن تطيعوهم في معصية الله، احذروهم أن يقودوكم إلى معصية الله. ووالله لن تطيع ابنا من أبنائك أو أهلا من أهلك أو زوجا من زوجاتك في معصية الله إلا كانت عذابا لك في الدنيا قبل الآخرة. وبعضنا يترجم الحب ترجمة فاسدة، بعضنا يحب أبناءه، كلنا نحب أبناءه، من الذي لا يحب أبناءه؟ لكن أتحبهم وهم يعصون خالقهم؟ إن أطعتهم وأحببتهم فإن الله يعذبك بمن قربته وأبعدت ربك. إذا كان حبهم، أعطيكم أمثلة من حبهم. المثال الأول، يقول بعض الآباء إن ابني لا يصلي، وأنه أحياناً يجمع الصلوات المتعددة، صلاة الفجر والظهر غداً، بعض الأبناء سيصليها مع العصر أم لا؟ أليس غداً إجازة؟ بعض الآباء يشرف على هذا الانهيار، أتدري لو أن ابنك أخر صلاةً متعمداً حتى يخرج وقتها، بعض أهل العلم أتدري ماذا يفتي فيقول عن ابنك؟ يقول ردة أخرجته من الملة، أعوذ بالله. بعض الأسر تأكل وجبة العشاء، بعضهم على ملة الإسلام والبعض على غير ملة الإسلام، سببها الصلاة. وانظر إلى بعض الآباء، الله يهديهم. طيب ابنك لو غاب، ابنك عنده اختبار رياضيات فيزياء كيمياء غدا وغاب عن الاختبار، هل ستقول الله يهديه؟ أم أنك ستوقظه هزا وتضرب من حوله؟ لماذا لم توقظوه؟ الاختبار ضاع مستقبله، هو ضايع من زمان، الله يجزاك خير. هو من ترك الصلاة وهو ضايع، وضايع لما ترك الاختبار أو غاب عن المدرسة. إذن من الانحراف في التربية أن نقدم الفانية على الباقية. والله إذا ربينا الأبناء على أن يا مستقبلهم فوق الأرض، ضاع مستقبلهم تحت الأرض. الأبناء ينبغي أن يقال لهم يا أبنائي المستقبل الحق ليس فوق الأرض. ومن اللي قال لك؟ من اللي كذب عليك وقال لك أمن مستقبلك؟ وين المستقبل؟ المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. أي مستقبل هذا؟ أرأيتم أحد يبكي من الجوع هذه الأيام؟ يبكي من الجوع؟ بل نبكي من التخمة. الآن الغني والفقير، نحن الآن مجتمعين في مسجد، منا غني ومنا متوسط ومنا فقير، جميعنا ننظر للثلاثة ما تستطيع تفرقهم، ولا لا؟ الثوب واحد والغطرة واحدة والحمد لله في نعمة، وجالس أمامك لا تفرق بين الغني والفقير، كلنا في خير نحمد الله. إنما هي أرقام وأرصدة وكماليات، لكن في الأصل طعامنا شرابنا، بل إن الفقير يأكل أكثر من الغني ويتلذذ بالطعام أكثر من الغني وينام أكثر من الغني ما شاء الله. أما الغني فإنما هو صاحب السكر والضغط. أعود فأقول مستقبل الأبناء من قال أنه فوق الأرض؟ أنا لا أدعو إلى أن لا نعلمهم، بل نعلمهم وندعوهم للتميز وأن يتوظفوا، لكن قف يا بني، ليس هذا آخر آمالي. آخر آمالي يوم أن نبشر بنداء على باب الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله أكبر، هنا الجنة، هنا السعادة. ولذلك أيها الآباء، من الاهتلال أيضا في التربية أن بعض الآباء الآن في الترفيه مثلا، لماذا تشتري لابنك آيباد؟ لماذا تشتري لابنك الصغير جالكسي؟ لماذا الآيفون؟ لماذا هذه الأجهزة؟ اللابتوب المفتوح؟ لماذا النت عندك مفتوح؟ لماذا أبناؤك يخوضون ويهيمون في طرقات النت
ويصاحبون زبائل الناس في الشرق والغرب، لماذا ضيعت؟ لماذا أهلكت أسرتك؟ مش يقول يا شيخ كل الناس يفعلونه، وبعدين أمهم أشغلتني بالإلحاح والأطفال أشغلوني، أنا أبغى آيفون آيفون، أخي خذ آيفون، كأنه يقول اذهب في الجحيم، كأنه يقول احترق في جهنم، كأنه يقول فلا يبقى من فطرتك شيء إلا لوثتها، كأنك تأخذ ابنك في ثالث متوسط، في أولى متوسط، في بداية الشباب، ومن كأنك تأخذ، إذا أعطيته الفتن، إن النار في الدنيا نار شهوات ونار شبهات تجتمع في التقنية الآن، إذا أعطيت هذا الجهاز مفتوح تصور ابنك تأخذه من يديه ومن رأسه وتزج به في مخبز تميس، إيش رأيكم؟ فرن التميس، أتستطيع تدخل ابنك مع الخبزة هذه؟ تستطيع أخي تقول لعامل المخبز ابتعد ثم تدخل صغيرك إليه؟ أعوذ بالله، لو تصورت إنسان يدخل ابنه في هذا الفرن ماذا تقولون؟ أنا أبغى يا أخوان إذا جيتوا تشترون خبز وقلتم أعوذ بالله من النار، أن تتصور لو أن ابنك يدخل، هل تقول في أمان الله، في رعاية الله، وداعا إلى اللقاء؟ والله إذا ترمي نفسك عليه ولا وتفتيه ألا يحترق. إذا احترقت بعض الأسر وبعض الفتيات وبعض الأبناء، احترقوا بماذا؟ احترقوا بالشهوات، ونحن من اشتراها لهم، نحن الذين دمرناهم، نحن الذين لم نقيهم فتنة الشبهة والشهوة. أليس بعض الأبناء نستمع إلى أن الجنس الثالث، الانحراف في الشهوة، وجود النوع الآخر من البنات المسترجلات المسميات بالبويات، أما رأينا انتشار لربما تميع بعض الذكور، لربما انتشار الخط، انتشار السرقة أحيانا، ما سبب ذلك؟ النيران، إنها النار، هي ليست نار الآخرة، إنما النار المعجلة قبل نار الآخرة، إنها النار المعجلة من نيران الشهوات والشبهات، سببها نحن الذين ما وقيناهم، وضعنا نحن في زمن معاشر الآباء والأمهات، في زمن وضعنا الثقة في من؟ في الشيطان. البنت تطلع عباءتها على كتفها واثقين فيها، لابسة لثمة واثقين فيها، لابسة بنطلون استريتش واثقين فيها، تخلو مع السائق واثقين فيها، تطلع تأخذ الطلبات من العامل حق البقالة وتمد يدها وتحاسب واثقين فيها، تجلس مع ولد عمها أو غيره أو تجلس في الغرفة مغلقة ساعتين واثقين فيها، أنت واثق بإبليس في الشيطان وليس فيها، إنها تخلو مع الشيطان في كل حال. ولذلك بعض الآباء هو الذي زلزل الإيمان في قلوب أبنائه، والله ما انحرف بعض البنات والأبناء إلا بإشراف من الأمهات وبعض الآباء، وبعض الآباء ضعيف منزوع الدسم وزوجته قوية، والزوجة غالبا الأم أرحم من الأب، وأحيانا تلح بعاطفتها فتقول خلاص خلهم لا تعقدهم، البنت عمرها 11 خليها تتغطى تتحجب، يا شيخ توها بنوتة صغيرة أنت بتعقد بنتي أنت، وبعدين البنت تبغى آيباد، يا بنت الحلال الآيباد، تدخل على اليوتيوب وتويتر وفيسبوك وتدخل في المواقع، يبقى أنا واثقة في بنتي يا فلانة، ما تدخلين عيب، ما شاء الله عيب، أنت يا العجوز أنت لو تشوفين اللي تشوفه بنتك انحرفتي أنت. بعض الآباء لو يرى ما يراه أبناؤه لخشينا عليه من الانحراف، وهو أبوه، فكيف بها هي وهي الصغيرة الغرة المخدوعة المفتونة؟ ولذلك أحبابي إن بعضنا يلقي بأبنائه في أتون الشبهات الشهوات، وأيضا في الشبهات. اتصل شاب علي يقول يا شيخ ما تزعل علي؟ أنا ما سمعت السؤال ولن أزعل، أنا أرد عليك. قال يا شيخ أنا بس في شيء غير داخل في رأسي، ما هو؟ قال يا أخي الكون من خالقه؟ قلت الله. قال هذه كذبة تحتاج إلى دليل، أعوذ بالله، يعني أن الخالق هو الله كذبة تحتاج إلى دليل؟ قالوا يا شيخ اسمح لي أقول لك، من خلق الله؟ أعوذ بالله، بدأ الانحراف. ليه يا ولدي؟ أنت يا بني، أنا ما أعرفه، أنت يا بني لماذا تسأل الأسئلة؟ قال أنا دخلت في موقع وفي منتدى أرسل لي واحد 20 شبهة جننتني،
دوختني، أخرجتني من دائرة التسليم ومن دائرة التوحيد يا شيخ. ثم بكى شاب في الجامعة يدرس طب ويسأل عن الله، يقول لا أعرف أن للكون خالق أو أنها كذبة. ما الذي زلزل التوحيد في قلوبهم؟ من الذي أحرقهم بنيران الشبهات؟ إنه ثقة بعض الآباء والأمهات، واثق. ولأننا معاشر الآباء أحياناً ما نربي أبناءنا على التوحيد، نربيهم على أن الذي يراقبه من؟ نحن، صح؟ نعطي كف، نضرب إذا أخطأ، كأننا نقول يا بني راقبنا، ترى إيش؟ المرور يسجل، الشرطي يأخذك، الحرامي يسرقك، انتبه، إذا رأيت سأراقبك، سأتابعك. يا أخي أين الله؟ أين التربية على أن الذي يراقب هو الله؟ أن الرقيب العليم الحفيظ العظيم هو الله؟ لذلك أحبابي بعض الآباء هو الذي ما وقى أبناءه، بل ما وقاهم، بل هو الذي أوقد النيران عليهم. إن الجيل المعاصر المعاصر الآن جيل صار يخوف. يا أيها الآباء، أنا والد وأنت والد، وعندنا أبناء بعضهم تجاوز المراهقة، وبعضهم في المراهقة، وبعضهم في الطفولة، وكل المراحل باتت تخيف، خاصة أن أعداءنا الآن يسرقون أبناءنا. والدليل ما تلاحظون إذا جلستوا 15، ما تلاحظون كل واحد معه جواله وشغال على الواتس، وكلهم ما يسولفون مع بعض، وأمهم جالسة مسكينة تناظره شلونك يا محمد، ويضحك. ليه ضاحك؟ قال في نكتة جاية عبر الواتس. أمه ما هو موجود معها، ومجتمعه ليس موجود معه، يعيش طلاق على قلبي، يعيش انفصام عن الوجود. وهذه الرسائل وتلك المقاطع الفيديو والكيك وغيرها من المواقع اللي ترسل لأبنائنا ويستقبلونها تغير التوحيد والثوابت، وتوقد في القلوب نيران، إما نيران الشهوة أو نيران شبهة. ونيران الشبهة أخطر من نيران الشهوة. أحبابي، الذي لا بد أن نجعل برنامجا في الحياة لوقايتهم من النار، نقيهم من النار. وسأذكر بعضا من الخطوات، التي ينبغي أن نعملها لوقايتهم. وقبل أن أبدأ فأقول أعظم إنجاز في الحياة يا أبائي إخواني، أنتم مشغولين لماذا؟ أنتم مشغولين بماذا؟ أنتم مشغولين بماذا في الدنيا؟ بعضكم الآن يغيب عن أسرته 10 ساعات كل يوم بدعوى أجمع المال له، دوامين ومشغول وتعبان، وأبنائه يتربون على الأرصفة، والأم عاجزة عن قيادتهم. أكذب كذبة في الحياة أن الأم ممكن تصير أب، وأن الأب ممكن يكون أم، هذا كذبة ما يتصدق. لماذا الإبن أمه إذا ماتت الصغير يكون حاجة لأمه أكثر من أبيه، ومع ذلك ما يسمى إذا ماتت أمه يتيما، إنما يسمى إذا مات أبوه لاحتياجه إلى التربية. بعضنا غائب عن بيته، بعضنا يسمن رياله، مسكين هذا الذي يجمع الريال على الريال، وضحى بعمره وبطفولة أبنائه وبتربية أبنائه، يقول عشان ما يحتاجون بعدي. هم كانوا فقراء وأنت موجود، فقراء تربية، فقراء إيمان، فقراء هداية، فقراء توحيد. أتعتقد أن الذي تجمعه لهم أنه هو الذي يغنيهم؟ بعضهم يجمع مليار، وبعد سنة واحدة كل رصيده اللي ترك لأبنائه بددوه وضاع، ولا لا، وعاد أبناءه فقراء من جديد. لذلك لسنا نحن نرزقهم. لذلك قبل ذلك أقول أعظم مشروع في الحياة ما هو؟ برج في مكة؟ برج في جدة؟ هل أعظم مشروع لنا في الحياة أن نبني بيت ملك؟ هل مشروع في الحياة أن نجمع، أن نركبهم سيارة فارهة؟ هل هذا مشروعنا في الحياة؟ مشروعك في الحياة أن بذل أسباب، لأن ما نهدي أبنائنا، أسباب الهداية لأبنائنا ليرضوا الله فيرضى فينقذهم من النار. هذا مشروع الحياة، والله ما في مشروع غيره. والله إن الألم الذي في قلبك إذا كنت تربي أن يكون لله، إذا تركوا الصلاة، والله إن الألم في قلب الأب الحصيف، الأب المؤمن، الأب المربي المشفق، والله أنه ألمه يعتصر قلبه ألم ويبكي
لأنه يخاف، يخاف على أبنائه إذا لم يسجدوا له أن يسجدهم ربي ويركعهم أمام المخلوقين. وكل من لم يسجد لله سيسجد، ولكن لعبد من عبيد الله، وسيكون ذليلاً خاضعاً تعيساً، لأنه عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة والخميلة. مشروعك في الحياة أن تنقذهم من النار. نعم، سقد يقول قائل هذا نوح، نوح ابنه في النار، هذا محمد عليه الصلاة والسلام عمه في النار، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده في النار. نقول نعم، لكنهم كانوا يبذلون الحياة كلها لإنقاذهم من النار. محمد بن عبد الله ماذا كان يصنع على وسادة عمه؟ يا عم قل كلمة أحاج بها أو أحاج لك بها عند الله. وإبراهيم ماذا يقول؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي ينادي حتى قال لأرجمنك، قال سلام. ماذا كان نوح يقول؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعدين قال إن لما قال إنه من أهله وأنه يريد الدعاء له، قال الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، ليست البنوة أن ينجب الابن بسببك، البنوة الحقيقية أن يكون الابن على دينك وأن تسير معه في طاعة مرضات ربك، وليس ولذلك كما قلت أحبابي، بعضنا لما كان مشروعه في الحياة بناء بيت وتجميع الطعام والشراب والكسوة للأبناء، ولذلك سلط كثير من الآباء الأبناء على أبنائهم في الكبر. ما تلاحظون العقوق في الكبر؟ بعض الآباء جالس في البيت أشهر طوال، أبناء 5-6 ما أحد يزوره، يتمنى أن يفتح عليه أحد الباب. لماذا بعض الآباء والأمهات ينقلون عبر بطانيات يحملهم عمال ويرمون في دور المسنين؟ أنا أعلم أن هذا قليل وليس ظاهرة في مجتمعنا، مجتمعنا طيب، لكن أخاف من الجيل القادم، أخاف من الأبناء القادمين، أخاف من أبناء النت، أخاف من أبناء الشهوات والشبهات، أن يكون يوم الأيام يقول لي أبي أحدهم وأنا في مجلس يسكت والدك قال خلاص يا شيخ أنت فقعت روسنا بالكلام، هذا السالفة هذه سمعناها 10 مرات. هذا ابن. ويقول لي أحد المشايخ اليوم وأنا قادم إليكم، يقول رأيت إنسان يسحب والده عند باب الملك عبد العزيز في الحرم، يسحبه ويرمي الحذاء يقول يلا ألبس، ليه ما نزلت عند أقدامه ولبست الحذاء في قدمه؟ هذه أقدام تحتها الجنة. أين البر وأين اللين؟ أحبابي في خطورة، ليس فقط أن تتمزق الأسر قبل دخول الجنة، أحياناً تتمزق في الدنيا. يعيش بعض الآباء الآن السكر والضغط والكوليسترول والاكتئاب والزهايمر والأمراض والألم. ألم نفسي، حياتي كلها 60 سنة أربيكم وأتعب عليكم، والآن لما تزوجت وانشغلت مع زوجاتكم وأبنائكم وتركتموني، أليس هذا ألم؟ تترك حلوة اللبن اللي كنت ترضع دماءها 9 أشهر في دمي في رحمها، لا تسأل عن الطعام، هي التي تغذيك عبر عروقها. بعد ذلك بنت الناس تنسيك أمك وتنسيك أبوك، عار وأي عار. لكن بعضنا هو الذي يربي الأبناء على الأنانية، هو الذي يربيهم على الانحراف، ما ربيتهم لطاعة الله، ولذلك تسلطوا عليك بالكبر. والله ما عاش الأب والأم في حياتهم يريدون إنقاذ أبنائهم من النار إلا ذاقوا الجنة تحت فوق الأرض، وتحت الأرض ولد صالح يدعو له، ويوم العرض لأنك كنت لم تكن غاشيا لرعيتك. ولذلك من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما معنى قرة العين؟ إذا نظرت إليهم قرت، رضيت، اطمأنت، ابوهجت النفس. ما أجمل يا شيخ، أجمل منظر في الحياة ما هو؟ هل أفضل منظر في الحياة ابنك يجيب شهادة الدكتوراه؟ لا. ابنك يصير طبيب؟ لا. ابنك يبني برج؟ لا. ابنك يعطيك 1,000,000؟ لا. أفضل منظر في الحياة تدري ما هو؟ أن ترى ابنك في جوف الليل قائم
أو ساجد ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أجمل منظر في الحياة أن يكون قد عبد لله، فيكون الابن حياته كلها بعد طاعة الله رضاك ورضا. وبعدين يا شبابنا أحبابي، واحد يقول الله يا سلام، طيب أنت فعلت هذا السؤال، أنت فعلت هذا مع أبيك وأمك؟ هل أنت بذرت لتحصد؟ تريد هذا وأنت لم تفعل؟ هل أنت جففت منابع المنكر في بيتك؟ وقاية من النار ليست دعاء فقط، دعاء وبرامج عملية. لا بد أن تعلم أن الذي يريد إنقاذهم من النار هو الذي يمنعهم عن وصولها ويشغلهم بالطاعة ليعبروها. مو تمنعهم، لا، ما في تلفزيون، لا. طيب يا أخي الآن في قنوات طيبة، عطهم قناتين طيبة، ما في مشكلة، لكن تمنع، لا، لكن تفتح الباب وعلى المصراعين، حرام. يخرج مع أصحابه لا حرج، بس من الصاحب؟ من هو الصاحب؟ لابد تنتقي له. نعم لابد يخرج، لأن منع، ما في منع الآن، ما في منع، فيه منع بوجود حلول. الجوال هذا اللي معك، اللابتوب، الكمبيوتر هذا في البيت، ما في كل واحد مع لابتوب، هو لابتوب واحد كلنا نعمل فيه، ونعرف إننا داخلين فين، وكل واحد يعرف، وعارف إيميلي وعارف إيميلك، وتدخل مواقع أعرفها، وهنا نتواصل، نركب البرامج التي تمنع المواقع الإباحية. نعم المنع العام ممنوع، ما يمكن في هذا العصر، لكن لا بد أن يكون عندك حلول. ولن تكون عندك حلول حتى تتفرغ لأبنائك وتبدأ تغير في برامجك. بعض الآباء لا زال على فكر جده، الولد يبغالك تجلده وتضربه حتى يعض الأرض، اللهم صل عليه، هادم اللذات، ما صرت أب، يجلده ويضربه ويركله ويرفسه، وبعدين يقول أكرمكم الله. يا حمار، عمر الحمار ما صار يصلي يا شيخ، وعمر الحمار ما يصير مثقف، وعمر الحمار لا يكون بارا. أتشتمه وتريد أن يكون رجلا؟ لا، احزم برحمة، احزم عليه، قد تكون العقوبة ليس ضربا، منعا من المصروف مثلا، منعه من شيء يحبه، وقد تكون العقوبة شيء كنت تريد أن تقدمه له، فلما علمت أنه ما صلى الفجر رددت، قلت إذن الهدية لك، لكني لن أعطيك إياها إلا في الأسبوع القادم بعد أن أراك عبدا لله. هذه التربية. أما الضرب والزجر هذا في زمننا هذا خطر، لأنك إذا قسوت على ابنك قسوة، بعض الآباء يركل ويضرب ويرفس ويلعن ويقول خايف عليه، أنت الآن هنا تدمر ما بقي في قلبه من الأمان. وين يلقى الأمان؟ يلقاه عند مروج المخدرات، يلقاه في الانحرافات. لذلك الأول، أنا وأنت إذا ضربنا من آبائنا من 40 سنة نعود إلى أعمامنا إلى أخوالنا. الآن ما أحد يعود العمه وخاله، يروح لوين؟ الحبابين والحشاشين والخمارين وبياعين الحبوب والحشيش والمصائب، ثم يكون قسوتك عليه تخرجه، ثم تعجز. بعض الآباء بخطأ فادح في التربية، اطلع برا. وين تطلع برا؟ طلع وين؟ طلع من بيتك؟ وين بينام؟ سينام أحيانا في فراشي لوطي أجلك الله، قد يكون مع مجرم مروج مخدرات أجلك الله. نعم اصبر، غير استراتيجياتك. الآباء في الزمن هذا ينبغي أن نعلم أن التربية اختلفت، لأن الضغوط على المجتمع اختلفت. جيلي وجيلك ذاك جيل مبارك، لربما فيه والجيل القادم فيه بركة. أنا لا أقول إن الخير رحل، ولا أقول هلك الناس، أقول نخشى، قوا أنفسكم وآليكم نارا. نأتي إلى بعض الوسائل، من الوسائل وطرق النجاة من النار أن تعلن في البيت إعلان نذير، الصلاة لا يوجد فيها مساومة، الصلاة لا مساومة، الرجال في بيوت الله والنساء في بيوتهم. جميل لو خرجت بعض النساء معك للصلاة الجماعة إذا كان المسجد مهيئ، رائع جدا، خروج الأسرة إلى لقاء الله والاتصال بالله، الصلاة. ولذلك لابد أن تضرب ابنك. أنا كنت أقول لا تضربون، الحين أقول الله الله، أضربه، لكن على إيش؟ على الصلاة فقط. من الخطأ في التربية أن نضربه إذا رسب في الدراسة،
نضربه إذا غاب عن المنزل، نضربه إذا صدم بالسيارة، نضربه إذا سرق من غيره، نضربه إذا ضرب غيره. خطأ خطأ تضربه فقط إذا ترك الصلاة. وأضمن لك أنك إذا ضربته على الصلاة بعد العاشرة فلن تضربه على شيء من أمور الدنيا، يطوعه ربي لك. ولذلك يؤمر الابن 3 سنوات، 3 من 7 إلى العاشرة ما يضرب. صل صل صل، يعني من صف أولى ابتدائي تقول صل إلى أن يصل إلى صف 4 ابتدائي وأنت ما ضربته. نجح من 4 رايح 5 يضرب إذا ترك الصلاة، قبلها ما يضرب، لكن يحزم عليه، يمنع من التكريم أحيانا. بعضنا يضرب ابنه على 7 سنوات وهنا خطأ تربوي، وبعضنا يترك الضرب بعد 10 ويبغى يضرب وهو ابن 18 فيضرب فيضرب هو أيضا، نعوذ بالله. لأنه لماذا؟ إذا تركت الضرب في وقت أمرك محمد عليه الصلاة والسلام به ستضرب أنت في وقت ما تأخرت فيه عن التربية. لذلك مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. من طرق الوقاية إطعام الحلال. أيها الأب، مش أخبار الخبز بعد صلاة العشاء اليوم؟ ريال حلال ولا ملوث؟ عشاءهم اليوم ما هو؟ الدوام 8 ساعات، أنت تداوم 4 ساعات، نصف راتبك حرام، نصف راتبك حرام، ماخذ قرض ربوي. الربا أقبح عند الله من الزنا. أنت تحارب أبنائك إذا أطعمتهم حرام. إن من وقايتهم من النار ألا تنبت أجسادهم من سحت، ألا تنبت من سحت. ولذلك تغير بعض أخلاق الأبناء سبب آباء أطعموا حرام ولو نسبة 5% صار منحرف بنسبة 5%، النصف الراتب انحراف، نصف انحراف. احذر احذر، رشاوة ما يمشي المعاملات إلا من تحت الطاولة، فلوس وبخاشيش ورشاوة، نيران تتواقد وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. أبناؤك يزلزلونك يدمرونك إذا كان الكسب ليس بطاهر. من طرق الوقاية لهم تعليقهم بالآخرة. يا أخي علقهم بالآخرة، لماذا تعلقهم بالدنيا؟ بنبني بيت ونروح استراحة ونتمشى وبنسافر، جيد، لكن قل لهم دائما في لقاءات، يا أبنائي الله نجتمع في روضة من رياض الجنة، حصباؤها لؤلؤ، حشيشها زعفران، ملاط خيامها وقصورها مسك، ونحن تحتنا نهر من خمر ونهر من عسل ونهر من لبن، الله أكبر، ونحن في ضفافه ونحن في جيرة محمد بن عبد الله، ما أجمل القصة هذه. الله يا أبنائي إذا تعدينا النار دخلنا الجنة، الله أكبر، ثم تضم واحد منهم، الله يجعلني يا بني أضمك في الجنة. يا أخي أسرة تعيش بشوق للجنة، شوقوهم للقاء الله. إن من أعظم أسباب الوقاية تعبيدهم وتحبيبهم. حببهم يا أخي في ربك. إن بعضنا نحبب أبنائنا فينا، حبب أبناء في المعلم، تحبب أبناء، يا أخي حببهم في الله، رأس العبادة حبه. أيضا من طرق الوقاية لأبنائنا من النار أن يرونا قدوة تنهى عن خلق وتأتي مثله. أيها الأب، بعض أبنائنا بس ما يقدر يتكلم، بعض أبنائنا تجي تتكلم عن الفضائل، لو لعن الابن، قال عياذا بالله وشتم، والمؤمن ليس لعانا ولا سخاب ولا شتاما، لعن، ماذا تقول له؟ عيب، مرة ثانية أفعل وأترك. ثم هو لما غضب قلت أنت لعن الله فلانا، مش يقول الولد؟ الله أكبر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هو لن يتكلم بها. لو تقول له يا بني أخلاقك يجب تكون سامية، وأنت إذا زعلت ضربت أمه تضربها وتشتمها. يا أخي أنا قلت لواحد من الناس، يا أخي لا تضربوا النساء، قال يا شيخ كل النساء لا يضربوننا، لا حول ولا، انقلبت الأمور، يقول انقلبت الأحوال. نقول نعوذ بالله من الانتكاس، أقول لو رأى منك خلقا ليس بحسن هدمت فيه كل فضيلة. تأمره بالصلاة، صلاة العصر صلي يا ولد، صلاة المغرب صلي يا ولد، صلاة الفجر ما تقول صلي أنك أنت ما صليت في المسجد، أليس هذا خطأ كبير في التربية؟ إذن أيها الأحباب كونوا قدوة، فإن من الوقاية أن يروا فينا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام.
ومن طرق الوقاية أيضا القرب منهم، التحبب لهم، تخفيف الأعمال، وكونك في أسرتك. أبنائي قل أبنائي معي أو أنا معهم. إن قطع الوقت الطويل مع الأبناء، قراءة في السير، قراءة في القرآن، حلقة في البيت، صندوق للتبرعات، تنزل وإياهم توزعون ماء، توزعون عصير، تكرمون الفقراء. إن وجود الأب في حياة الأبناء قريباً من أكبر وسائل النجاة من النار. الابن يقول لك ما في صدره، يوسف عليه الصلاة والسلام لأن يعقوب قريب منه ماذا قال؟ إني رأيت 11 كوكبا، قاعد يقص والده إيش؟ الرؤية قريب منه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لاحظوا جمال الخطاب، أب قريب من أبنائه. بعضنا أبناءه لا يستطيع أن يسلم عليه إلا من بعيد، ولا يقدر يسولف مع أبيه، ولا ينكت مع أبيه، ولا يقص مع أبيه، ولا يقص لأبيه المشاكل. ترى بعض أبنائنا عنده مشاكل في المدرسة، في واحد يتحرش به، واحد تضارب معه، واحد هو خايف منه، بس ما يقدر يقول لك. ليه؟ لأنك هادم اللذات، الله يكفينا الشر، عينيك جاحظتين وحاد. ولو تقول يا أبوي هذا فلان تحرش بي، عطاه على طول ضربة، لأنك منت برجال، كيف يتحرش بك؟ كان أخذت حصات وفتحت في رأسه نفقاً. فهذه الرجولة، هذا خطأ من أخطاء التربية. قرب أبنائك لك، يجب أن تقرب منهم، أن يتسارهم، أن تعلن محبتهم. بعضنا يعلن المحبة إذا كان الابن في الابتدائي، طيب ابني اللي في الثانوي ليه ما أقول أنا أحبك؟ والله أنت قرة عيني يا فلان، والله أملي في الحياة. أعلموهم، أخبروهم أن المودة لا زالت في قلوبكم. بعض الآباء دائم مكشر في وجه الكبير، الولد البالغ المراهق دائم، أنت بس هات فلوس هات فلوس، إيه عطى فلوس، واحمد الله أنه يطلب الفلوس منك بدل ما يطلبها من غيرك وتعطى لكن بثمن غالي. لذلك نعم، لين الطبع معهم واقربوا منهم، فإنها من أسباب وقايتهم من النار. أيضا ربطهم بجيل الصحابة، من الوقاية لهم من النار أن يكون أحبابي قصصنا في البيت. أبنائنا الآن يعرفون من؟ يعرفون منتخب أسبانيا، وممكن يتحدث عن فريق مدري إيش، ممكن أن يعرف تشكيلة منتخب غربي لا يعرف لغته، لكنه العشرة المبشرين بالجنة ما يعرف إلا أبو بكر فقط رضي الله عنهم أجمعين. لأن الجيل القرآني هذا الذي، لأن الجيل الرباني لرباه محمد بن عبد الله، في بعض بيوتنا ليس هو قدوة. ما نقول نحببهم في عمر، نحببهم في أبي بكر، نحببهم في أبي ذر، نحببهم في مصعب بن عمير. إن تحبيب الجيل في أصحاب محمد يقيهم من النار، لأن ذاك الجيل في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، 1600 صحابي رضي الله عنهم ضمنوا الجنة. أهل بدر افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هذا الجيل يجب أن نربيهم عليه، لابد يعرفون سيرة. اسأل ابنك من هم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ البعض لا يعرف منهم أحدا. اسأل ابنك عن عن عن, عن أبي بصير رضي الله عنه، من هو هذا؟ لربما ما عرفه. لا بد أن يربط الجيل بجيل رباه خير الورى عليه الصلاة والسلام. ومن طرق الوقاية أيضا إبعادهم عن مواطن الفتنة التي غرق فيها الناس، وهذا ذكرته في محاضرتي. وذلك معاشر الآباء أن نعم، أن نعلم أن من منهج القرآن في التربية منهج اسمه منهج ولا تقربوا، منهج ولا تقربوا. ما معنى؟ الله عندما حرم الزنا ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. لا تقربوا الزنا، ما قال ادخل مع أبوابه ثم حاول تتحصن، ما هو صحيح. رماه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك أن تبتل بالماء. نرمي أبنائنا في الفتن ونقول آه حمودي عبودي أنت بتدخل يوتيوب، أنت بتشوف الأفلام، أنت بتشوف الصور، إيش الكلام هذا؟ منهج، هذا منهج تربية؟ تدخله في النار تقول إياك تحترق، هذا ممكن؟ هذا ترميه، أكرمكم الله اسمحوا لي في المثال، ترميه في
في حفرة صرف صحي أكرمكم الله، في مجاري ترميه في المجاري، وتقول إياك أن ينالك نجاسة في ثوبك. يا أخي كيف أنت رميته في النجاسة، أنت أغرقته فيها، كيف لا يتلوث؟ لذلك اعلم أن من مناهج الوقاية للذرية من الفتن أن نمنعها، أن نمنعها، وكل وسيلة لها حكم الغاية. لماذا لا يجوز السلام على المرأة اللي غير محرم؟ لماذا لا يجوز نصافح المرأة الغير محرم لنا؟ لماذا لا تسافر المرأة بدون محرم وجوبا أن يكون محرم؟ لماذا المرأة ما تخلو مع الرجل إلا كان الشيطان؟ هذه لماذا حرم حرم حرم؟ لماذا حرم الإسلام هذا كله؟ هل كل من سلم على امرأة زنى؟ لا. هل كل من سافرت بلا محرم زنت؟ لا. هل كل امرأة جلست مع رجل في غرفة زنوا؟ لا. لكن حرام أن تسافر بدون محرم، وحرام أن يخلو بها، وحرام يسلم عليها وهي ليست محرم. لما؟ لأنها وسائل للوقوع في الحرام، والوسيلة في ديننا لها حكم الغاية. ولا تقربوا الزنا أي وسيلة. وما رأيكم في الجوالات المعاصرة التي هي الآن موجودة عند بعض أبنائنا ويخلون بها؟ إنها وربي طريق إلى الانحراف. أختم فأقول نداء من الله ألا تنقذوا أنتم أنفسكم من النار فقط، بل لا بد وأن تنقذوا ذراريكم، أن تنقذوا أهاليكم، أن تنقذوهم من لهيب النار. في الدنيا نار، وفي القبر نار، ويوم العرض نار. وقولوا يا ربي أجرنا من النار، واسعوا في الحياة أن يرضى الملك الديان جل وعلا. نعبدهم لأبنائنا وأسرنا وأنفسنا، نصلح أنفسنا ليصلح الله ذرياتنا، وليكن مشروعك في الحياة أن يرضى حتى لا يشوي خلقنا بالنار. شكر الله للجميع اجتماعهم، وحرم وجوهكم عن النار، وجمعنا في جنات النعيم على أرائك الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.